بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في امرأة عجبها الإسلام جدا وعجبها وصف ربنا عز وجل في الإسلام، وقالت إن أنا يعني جميع الأديان بتصف ربنا بالعجز والتقصير والجوع والعطش، وأن له ولد وأن له شريك، ولكن وصف الإسلام عن الله أعجبني في الإسلام. ولكن كانت مترددة، بدأت تسمع القرآن، وأول سورة في القرآن سورة الفاتحة. عندما سمعت سورة الفاتحة قعدت 6 ساعات وهي تبكي وهي تسمع سورة الفاتحة، وكانت متأثرة جدا بوصف ربنا عز وجل في سورة الفاتحة، أنه سبحانه وتعالى رب العالمين، وأنه الرحمن الرحيم. وتكرار الرحمن الرحيم ده ادالها راحة نفسية عجيبة جدا، إدارة هذا الكون بيد أرحم الراحمين ادالها شيء من التفاؤل والراحة النفسية والاطمئنان العجيب جدا، وظلت 6 ساعات تسمع سورة الفاتحة وهي تبكي. قررت بعد 6 ساعات بكاء مع سورة الفاتحة فقط أن تدخل الإسلام. الحقيقة ده درس عظيم جدا يعلمنا ما هي سورة الفاتحة. الحقيقة أعظم سورة في القرآن الكريم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرافع أبي سعيد عندما قال له لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة، قال هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، قول النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن سورة الفاتحة لها أسماء عظيمة جدا تدل على قيمتها، من أسماء أنها الكنز، ومن أسماء أنها الراقية، وأنها الشافية، وأنها الكافية، وأنها القرآن العظيم. سميت بالقرآن العظيم سورة الفاتحة لأنها كما قال أهل العلم أنها تتضمن معاني القرآن الكريم كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، عن سورة الفاتحة، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان اللي هو القرآن مثلها. سبحان الله، يعني أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وأعظم ما أنزله الله عز وجل في الكتب السماوية. ولذلك ينبغي أن نعيش ونتفاعل معها بطريقة جميلة، لأنها تحقق الراحة والاطمئنان والسعادة. الحقيقة شفاء من جميع الأمراض، كما ذكر الإمام ابن القيم: عندما كنت في مكة المكرمة وأصابني تعب ومرض وإعياء شديد، ولم أجد سبيل إلا سورة الفاتحة، فكنت أجمع يدي وأقرأ عليهما سورة الفاتحة، وأمسح بالعضو الذي فيه الألام، وأجد شفاء عظيما، حتى إنني أتخيل أن المرض يتساقط كما يتساقط الورق من الشجر. الأستاذ أحمد الشقيري عمل تجربة جميلة جدا. هل الصلاة لما الواحد يصلي دماغه، مخه، عقله يتغير ولا يبقى كما هو؟ جسمه هل بيتغير ولا لا؟ فسوينا تجربة، والتجربة كالآتي: سويت ما يسمى بالبرين سكان، عملت سكان على المخ، حطوك في جهاز وبعدين تجلس فيه ساعة إلا ربع، يعملوا لك سكان للمخ بالكامل، وبعدين يطلعوا لك زي الإكس راي حق الرئة، يطلع لك إكس راي للمخ. وبعدين صليت صلاة غير خاشعة، يعني حرصت أني أصلي بسرعة وأفكر في أي شيء، أفكر في الأكل ولا في خواطر ولا في شيء، تطلق عليها صلاة بدون خشوع. وبعدين حيسوي سكان عشان يشوفوا المخ ويشوفوا الفرق، هل في فرق؟ أول شيء أنه الصلاة اللي بدون خشوع ما غيرت شيء في الدماغ، يعني تشوف دماغي، شوفوا قبل وبعد، حتلاقوا ما صار تغيير. لذلك لما دخل الصحابي على المسجد وصلى، ثم جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فرد السلام وقال: صلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى. It's not doing a whole lot in the brain. It's not activating the brain in a really substantial way. There's no areas that really are kind of turning on a lot or turning off a lot. وبعدين سويت صلاة بخشوع أو بقدر ما أستطيع من الخشوع، وسويت برين سكان تاني للعقل علشان نشوف الفرق، هل العقل يتغير بسبب الصلاة أم لا. النتائج فاجأ، طبعا الدكتور أصلا كمان تفاجأ، أنه في فرق واضح في الدماغ، تغيير جذري في عدة مناطق في الدماغ بعد الصلاة عن الدماغ قبل الصلاة. This is something that I don't think I've ever really seen before. So yeah, so the basal ganglia, that's very involved in our reward centers, and also it seems to be involved in the feelings of compassion, but it's part of what gives you that positive feeling. قال لي زاد النشاط في منطقة في الدماغ مسؤولة عن الرحمة والعطف، هذه زاد النشاط فيها. And then we say again, the most compassionate, the most merciful. Certainly makes a lot of sense. It's very consistent with what you're doing. الرحمن الرحيم بتتكرر في كل صلاة في كل ركعة لتجسيد مفهوم الرحمة، وبالتالي هذه الرحمة
لو الواحد صلى بخشوع ستتجسد في دماغه. وهذا يدل على الإنسان لما يقرر الرحمن الرحيم في الفاتحة دي راحة نفسية وشفاء تماما، كما لو كان دخل مصحة نفسية، أو كما لو كان دخل غرفة إنعاش روحي ونفسي وبقى عنده تفاؤل أن يعلم أن إدارة هذا الكون بيد أرحم الراحمين دي بتحقق له راحة نفسية وتحقق له تفاؤل وسعادة واطمئنان، وما تحسسوش بأي شيء من الإنزعاج في هذا الكون أبدا، لأن ربنا عز وجل الذي يدير هذا الكون هو الرحمن الرحيم وهو أرحم الراحمين. ده يدل على عظم فضلها لأن فيها الشفاء وفيها الراحة وفيها الأمان وفيها الطمأنينة.